لكم من مرشد حجي محمود في مدينة الصدر قطاع 13، واختارنا هاي النقشة الأسود على ماروني، والأسطوات يشتغلون بالأرضية مثل ما تشوفون، كاربت فوقها والجلد كله أصلي طبيعي وكوري، مو مثل هذا بالسوق. أخوتنا من دولة باكستان، حياك الله، عاشت إيدك. شلون النقشة طلعها باوة تخبل، حتى جيب سوالنا جيب هنا ضمن الفلوس والموبايل، باع الخياطة يابا، باع كله برم وخيط ابو السفيفة، مو خيط عادي، هاي السفيفة باعه شغل اخو البلاد، اخو البلاد اذا مو احلى. عاشت ايدك باوع، شلون راح يكمل هذا كل القص؟ ترى مال كمبيوتر مو قص عادي، في الحاسبة يطلع تفاصيل السيارة وتطلع له الأرضية أو يكملها كاملة، مكمل التاهو، جيمسي، اللاند كروزات، التشالجرات، سيارات الخاط، سيارات الفارهة، وحتى صالون التاكسي هم إذا يحافظ على القاعية ما سيعطي. من مدينة الصدر ورشة حجي محمود العبيدي، يلا اطيطي. شنو النقشة اللي يريده هو؟ ديرهم ناس في ناس. ناوش 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 عمك ابو النقرة ناوش، هاي النقش باعه يا بي، هذا النقش بس هم يعرفون قطعة قطعة، انا ما اندل هنا وين اندل، بس نفرشهم بالسيارة. وايضا عندهم نقشات ترى كل السيارات مال اللكسيز، والكملوهن للمحافظات ايضا حسب الطلب، يراسلونهم هم يدزوهن. وعندهم كل انواع السيارات الماركات، هاي الكوري او ايضا التويوتا واللكزيز، كل السيارات هاي التويوتا، يعني الماركه مال السياره ما يعرفون نوعيه معينه، كلهم يسوون، ماكو سياره ما يسوون لها النقشه، السيارة تكمل تصير بهاي الحالة مال كل القاعية. باع النقش مالتها شلون؟ ابو البقلاوة. طبعا اكو الوان مال سيارات تختلف وحدة عن اللوخ، فالذواق هو يختار لون الكاربت، لون النقشة، الفصال واحد والشغل واحد. من حجي محمود احلى ارضيات واحلى قاعيات، وان شاء الله ينال اعجابكم. وهاي الاجهزة مالته ومخازنه، وفوق عنده كل انواع الجلود.